السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل المتابعين الأكارم، أتمنى يا رب دايما تكونوا في أفضل الأحوال. سمعتم قبل كده عن سماد كشور البطاطس؟ طب تعالوا نعرف مع بعض إزاي نعمل سماد من قشر البطاطس في البيت. بما إن كشور البطاطس بتحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والعديد من الفيتامينات، فبتعتبر الكشور دي مصدر مهم جدا جدا لتغذية النباتات ونباتات الزينة بشكل خاص. بمعنى ان العناصر اللي موجودة في قشر البطاطس دي بتعتبر مصدر مهم جدا جدا لتغذية النباتات وتسريع نمو النباتات وخصوصا نباتات الزينة. تعالوا مع بعض نعرف ازاي بنعمل السماد ده من قشر البطاطس. حضرتك بتاخد كشور البطاطس دي وتحطها في اي اناء وتحط عليها مية لحد ما تغطي الكشور، وبتسيبها على نار هادية لحد ما تغلي، وبعدها بتبرد الاناء ده ونصفي المكونات، وبتبدأ حضرتك تسقي النباتات بالمية الصافية من الكشور. او ممكن حضرتك تحط الكشور دي في برطمان وتقفله قفل محكم لمدة اسبوع، وبعد كده بتصفيه وبتروي بيه نباتاتك. تمام اصدقائنا الغاليين، يبقى كده عرفنا ازاي نقدر نصنع سماد من كشور البطاطس بحاجات متوفرة في البيت بكل سهولة ويسر. نشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله على خير. دمتم بود، في امان الله.